شهر العبادة رمضان خير الشهور. الأخوات المحترمات، الإخوة الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا نستوقد وهجا من أنوار النبوة، ونستضيء دروبنا بقبس من شمس الرسالة. هنا برنامج ما حدث به النبي، الذي نقرأ لكم فيه طائفة من أحاديثه. حديثنا الذي اخترناه لكم لهذا اليوم بعنوان مذلة سؤال الناس. أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبلا فيحتطب على ظهره خير له من أن يأتي رجلا آتاه الله من فضله فيسأله أعطاه أو منعه. في هذا الحديث النبوي الشريف يبين الحبيب صلى الله عليه وسلم مسألة اجتماعية معاصرة نراها بأعيننا في مجتمعاتنا، حيث يوضح صلى الله عليه وسلم منزلة العامل الساعي لكسب عيشه ويقارنه بالمتواكل الذي يتردد لطلب الناس. نستخلص من هذا الحديث النبوي الشريف فوائد جمة، منها أن طلب الناس مذلة ينبغي للعاقل أن يرفع نفسه عنها، وأن العمل مهما كان صغيرا يحفظ كرامة الإنسان، وأن رزق الله واسع وخزائنه واسعة، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. الإخوة والأخوات، وصلنا إلى ختام حلقة هذا اليوم، نلتقيكم في الغد بعون الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.